شباب وصلنا إن شاء الله إلى حالات اسم التفضيل. حالات اسم التفضيل عندنا موجود حالات اسم التفضيل، ذاكرينا بالكتاب ذاكرينا 3 حالات لاسم التفضيل. زين الحالات الموجودة باسم التفضيل ذاكرينا 3 حالات، يعني الحالة الثالثة أنا حسويها تصير يعني 4 حالات بدل 3، لأنه الحالة الثالثة هو مقسمها جزئين نكرة بمعرفة. زين فإحنا حنسويها 4 حالات. زين الحالة الأولى أولا يأتي اسم التفضيل مجردا من الأل والإضافة، ما أبي أل وإضافة، اسم التفضيل يكون مجرد من أل والإضافة. في هذه الحالة يجب في اسم التفضيل حكمان، يجب في اسم التفضيل حكمان. الحكم الأول أن يلازم الإفراد والتذكير، والثاني يكون المفضل عليه مجرورا بحرف الجر. هاي اذا اجانا مجرد من الال والاضافه، ما بال واضافه، زين ما بال، فبهاي الحاله يلازم الافراد والتذكير ويكون المفضل عليه مجرور. ناخذ القاعده ما تش تقول، تقول المفضل زائد اسم التفضيل والمفضل عليه. المفضل هنا اسم التفضيل يكون لازم مجرد من الأل والإضافة ومفرد مذكر، هذا يكون شنو؟ مجرور المفضل عليه. قال تعالى، قال تعالى إذ قال يوسف، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن إذ قالوا ليوسف. شوفوا هنايا وين عدي اسم التفضيل؟ هنا عندي اسم التفضيل منو؟ اللي هو يكون لازم مجرد من الأل والإضافة. منو هنا عندي؟ عندي اسم التفضيل أحب، هذا اسم التفضيل مجرد، اسم تفضيل مجرد من شنو؟ مجرد من الأل مو من الإضافة. بعد شنو جا وراه؟ مفضل إلى أبينا، شنو إجا؟ مجرور بحرف الجر إلى. إذن هذا المفضل عليه. بعد ناخذ فد مثال، وأثمهما أكبر، وأثمهما أكبر من نفعهما،
نفعهما. زين، وين هنا عندنا اسم التفضيل؟ اسم التفضيل هو أكبر، مجرد من ال والإضافة، هذا اسم التفضيل. زين، مفرد ومذكر. زين، من نفعهما جار ومجرور، إذا هذا شنو هو؟ المفضل عليه. هاي الحالة الأولى خلصت. نجي على الحالة الثانية، اسم التفضيل يجينا محلى بأل. ثانيا، أن يأتي اسم التفضيل محلى بأل. بهذه الحالة هم بي حكمين، أولا أن يطابق اسم التفضيل المفضل، أن يطابق المفضل من حيث، انتبه شوي عليه، التعريف والتذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع، يعني إذا كان اسم التفضيل مذكر المفضل مذكر، مؤنث مؤنث، جمع جمع. زين، يعني لازم يطابق بكل شيء اسم التفضيل ويا المفضل، لازم يكون المطابقات. ب، لا يشترط وجود مفضل عليه، لا يشترط وجود المفضل عليه، حتى لو ما موجود مفضل عليه ماكو مشكلة في الجملة. هنا من نشوف محلى بأل، اسم التفضيل محلى بأل، نشوف ماكو مفضل عليه، ما موجود، يعني شلون حيكون؟ حيكون المفضل زائد اسم التفضيل، المفضل عليه يكون غير موجود. هاي القاعدة مالته شو تكون؟ المفضل زائد اسم التفضيل. إذا المفضل هنا طبعا اسم التفضيل يكون محلى بأل، زين، ما عندنا زائد، هاي هنا ما يوجد، لا ما يوجد المفضل عليه، ماكو. زين، من يشوفها محلى بأل؟ زين، ما عندي مفضل عليه، بس هنا شنو؟ مثلا إذا هذا مذكر هذا يكون مذكر، إذا كان مفرد هذا مفرد، هذا إذا مثنى هذا مثنى، إذا جمع هذا هذا يكون جمع. زين، إذا مؤنث هذا يكون مؤنث، يعني يتطابق، وما بي شنو؟ ما بي مفضل عليه. ناخذ جملة، قال تعالى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. شوفوا هنا منو عندنا الاسم التفضيل؟ الأعلى، هذا معرف بأل، هذا اسم التفضيل معرف بأل. شوفوا ما موجود شنو؟ ما موجود مفضل عليه. زين، وين المفضل؟ أنت هي المفضل. هذه الجملة الأولى. نأخذ جملة ثانية، وآذن وآذان وآذن من الله ورسوله، وأذان من الله ورسوله إلى الناس الحج الأكبر، الناس الحج الأكبر. خلينا نشوف هنا وين اسم التفضيل، هنا وين اسم التفضيل؟
اسم التفضيل الأكبر، اسم تفضيل. ليش؟ معرف بأل. زين، المفضل عليه وين؟ غير موجود. زين، هاي النقطة الثانية من حالات اسم التفضيل. ناخذ الحالة الثالثة، أن يأتي اسم التفضيل مضاف إلى نكرة. هو احنا عندنا بعد نقطتين، اكو واحدة مضافة إلى نكرة والثانية مضافة إلى معرفة. مضافة إلى نكرة بها حكمين، الحكم الأول أن يأتي بعد اسم التفضيل اسم نكرة يعرب مضاف إليه. أن يأتي بعد اسم التفضيل اسم نكرة شو يعرب؟ يعرب مضاف إليه. زين، هذا يكون حكمه ملازم الإفراد والتذكير. حكمه يكون ملازم الإفراد والتذكير. الباء أن يكون المفضل مضافاً للمفضل عليه من حيث التذكير والتأنيث، والإفراد والتثنية والجمع. والجمع يعني شو يكون؟ يكون مفضل واسم تفضيل ومفضل عليه، بس شنو هنا يكون؟ يكون نكرة. شلون؟ المفضل عليه شو راح يكون هنا؟ يكون نكرة. زين، وينعرب مضاف إليه. زين، هذا هنا ايش من نعربه حسب موقع بالجمله؟ شو نقول عليه؟ وهو مضاف، حتى يكون هذا مضاف اليه النكره. بس المفضل واسم التفضيل هم يكون هذا مفرد، هذا مفرد، هذا مثنى، هذا مثنى، هذا جمع، هذا جمع. زين، هذا مذكر، هذا مذكر، مفضل مؤنث، اسم التفضيل مؤنث. اذا يكون المشابهات بالتذكير وبالتانيث وبالافراد وبالتثنيه وبالجمع. زين، والمفضل عليه يكون نكرة نعربة مضاف إليه مجرور. نأخذ مثال، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وين هنا يا اسم التفضيل؟ اسم التفضيل هنا يا عندنا هي أكثر، أكثر هو اسم التفضيل، هذا اسم التفضيل، اسم التفضيل. زين، الإنسان طبعا هنا المفضل. زين، منو هنا يا عدنا؟ شيئا جدلا، هذه شيئا هي المفضل عليه، شوفوها نكرة، هاي مفضل عليه، جتنا هنا يا شنو؟ نكرة، شعربها مضاف إليه مجرور وعلامة جر كسر الظاهرة على آخره. هاي إذا أجانا نكرة، اسم المفضل عليه جتنا نكرة. زين، مضاف يعني إلى نكرة. هسه إذا أضاف إلى معرفة، رابعا يأتي اسم التفضيل مضاف إلى معرفة، وهي لها هم حكمان، أن يأتي بعد
اسم التفضيل معرفة. إذا أجا معرفة بعد اسم التفضيل، ويجوز أن يطابق اسم التفضيل المفضل بيش؟ ب يجوز أن يطابق اسم التفضيل المفضل بشنو؟ من حيث كله نجمعها الأفراد. الأول شيء التذكير والتأنيث، والتأنيث والإفراد والجمع والتثنية. زين، هم نفس الحالة، بس هنا ايش تكون؟ تكون معرفة، يعني المفضل زائد اسم التفضيل زائد اسم المعرفة المفضل عليه، وهم يكون مضاف إليه. فتبارك الله أحسن الخالقين. الخالقين أنا ايش قلت؟ قلت تكون معرفة، زين، يكون مضاف إلى معرفة، هاي انضافت إلى معرفة، هذا اسم التفضيل وهذا المفضل عليه اللي هو مضاف إليه مجرور. زين، اذا هنا نقول عليه من العربه نقول هو مضاف، وهذا تكون مضاف اليه. زين، احسن الخالقين. بعد عندنا ولتجدنهم احرص الناس، ولتجدنهم احرص الناس. منو عندنا هنايا احرص؟ هذا اسم التفضيل وهذا المفضل عليه، يكون مضاف اليه مجرور. هذه الحالات حالات اسم التفضيل. قلنا اول حالة اذا كان مجرد من الال والاضافة، زين، عشان نعربه مجرور، زين، المفضل عليه نعربه مجرور. الثاني اذا كان محلى بال، محلى بال، هنا بالحالة الثانية حينحذف المفضل عليه، ما يكون ما موجود المفضل عليه، والمفضل واسم التفضيل يكون مشابهات بالمفرد مفرد. إذا اسم التفضيل مفرد، المفضل مفرد، إذا مثنى مثنى، إذا جمع جمع، إذا مذكر يكون اسم التفضيل مذكر، إذا المفضل مؤنث يكون هذا اسم التفضيل مؤنث. زين، إذا كان هاي محلى بال قلنا يلغي، يكون غير موجود المفضل عليه. الحالة الأخرى إذا أتى اسم التفضيل مضاف إلى نكرة، إذا مضاف إلى نكرة، زين، هم ينعرب هنا المفضل عليه نكرة مضاف إليه مجرور. زين، ونفس الحالة إذا مضاف اسم التفضيل إلى معرفة، زين، هنا يكون ينعرب مضاف إليه مجرور. خلصنا حالات اسم التفضيل. هسه ظل عندنا اخر شيء، كيفية اعراب جمل اسم التفضيل. اعراب جملة اسم التفضيل شلون نعرب؟ نعرب حسب موقعه بالجملة. يعرب المفضل واسم التفضيل حسب موقعه في الجملة.
أما المفضل عليه فيعرب كالآتي على النحو الآتي. إذن المفضل واسم التفضيل حسب الموقع بالجملة، بس عندنا المفضل عليه يعرب كالنحو الآتي. احنا أخذنا هذيك السبع الحالات، بس هسه خلينا نرجع نعيدهن. أولا إذا كان المفضل عليه من جنس المفضل يعرب مضاف إليه. شلون؟ يعني إذا كان المفضل عليه نكرة، مستوانا قلنا زين، سواء كانت مفرد أو جمع إيش أعربها؟ أعربها مضاف إليه. نأخذ مثال، نقول محمد أعظم رجل، شلون هعرب؟ محمد هذه المفضل وهذه اسم التفضيل وهذه المفضل عليه. زين شلون أعربها؟ محمد حسب موقعها بالجملة مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، أعظم خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، رجل هنا ايش انضافت إلى؟ انضافت إلى نكرة، إذن شعربها أقول وهو مضاف، ورجل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. عرفنا؟ المفضل واسم التفضيل حسب الموقع بالجملة، بس هسه إذا أجانا من الجنس، يعني شنو من جنس المفضل؟ يعني المفضل عليه هو من، يعني الرجل هو من جنس محمد، كلهم رجال مو صح؟ هذا عربة مضاف إليه وجانا نكرة. زين باء أو ثانية نقول عليها، إذا كان المفضل عليه جمعا ومحلى بأل، يعني جمع ومحلى بأل، مثل ناخذ مثال محمد أعظم الرجال، محمد أعظم الرجال، وين اسم التفضيل؟ هذا اسم التفضيل. ليش هذا اسم التفضيل؟ لأنه هذا على وزن أفعل. زين أجي أريد هذا المفضل وهذا المفضل علي. زين هنا شفت شنو؟ وهنا محلى بأل، من أشوفه محلى بأل شو أقول عليه؟ أقول هذا ينعرب شنو؟ ينعرب مضاف إليه. والمفضل واسم التفضيل حسب موقعهم بالجملة، فش أقول إعرابها؟ أقول هذه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، هذه أعظم أقول خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والرجال مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. ناي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف، وهنايا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هسه ناخذ إذا كان المفضل عليه من غير جنس، هسه احنا خدناه إذا من جنس واحد زين ينعرب مضاف إليه. هسه إذا كان المفضل، إذا كان المفضل عليه من غير جنس
المفضل. فيعرب تمييز، يعرب تمييز هنا. إذا يكون من غير جنسه إيش يعربين؟ عربه تمييز. شلون؟ أنا أكثر من كمالا. هنا يا عدنا شوفوا أنا هاي هنا يا هو أنا أكثر من كمالا، أنا هذا المفضل، وأكثر اسم التفضيل. من كمالا مالا هي المفضل عليه، مالا زين. شوفوا إذا كان المفضل عليه من غير جنس المفضل، المال مو نفس جنس المفضل زين، المفضل عليه مو نفس الجنس. فهنا ايش اقول عليها؟ اعربها تمييز زين. هذه اللي بنصهم منك جار ومجرور، هاي شبه الجملة جار ومجرور، يعني لو اجي اريد اعربها اعراب كامل. انا هاي ضمير، هنا انا مبتدأ تكون زين، ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، هاي مبتدأ. وأكثر تكون خبر، منك المن حرف جر، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر. مال تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة زين. هاي إذا كان من غير جنس شن عربين؟ عربة تمييز. إذا جاء المفضل هسه آخر شي عندنا، إذا جاء المفضل عليه وكان محلى بأل، وجاء بعده لفظا آخر، فيكون إعراب المفضل عليه مضافا إليه مجرور، مضاف إليه مجرور. واللفظ الآخر شعر به، وإعراب اللفظ الذي يأتي بعده تمييز، الذي يأتي بعده تمييز. يعني شلون؟ ناخذ جملة، أنت أفضل الناس عمل. شوفوا هنا عندنا هذه المفضل، وهذا اسم التفضيل، وهذا المفضل عليه. المفضل عليه شجانة محلى بأل، شعر باب من اسمع محلى بأل، عربة مضاف إليه مجرور. وبعد إجاء لفظ آخر، بعد المضاف إجاء لفظ آخر، هذا اللفظ آخر بعده عربة تمييز. فإذا هسه شلون أعرف؟ أنت ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، هذه خبر. الأفضل خبر، خبر مرفوع عند رفعين ضم الظهر على الآخر، وهو مضاف، خبر مرفوع وعلامة رفع ضم الظهر على آخره، وهو مضاف. الناسي تكون مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسر الظاهرة على آخره، عملا تمييز ما
منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن حالات الإعراب بالاسم التفضيل، قلنا المفضل واسم التفضيل يجون حسب موقعهم بالجملة، التغيير فقط بيش بالمفضل عليه. إذا شفنا نكرة زين أعرب مضاف إليه مجرور، نفس الحالة إذا كان جمع محلى بأل هم أعرب مضاف إليه مجرور. وطبعا دني إذا كان اثنيناتهم من جنس واحد المفضل مفضل عليه، إذا كانوا من جنس واحد أنا سنة أعرب مضاف إليه إذا كان محلى بأل أو نكرة، أقول عليه مضاف إليه مجرور والباقيات حسب موقعهم بالجملة. إذا كان من غير الجنس يعني المفضل مش ما مو من جنس المفضل عليه زين، شاعر برأسا عربة تمييز. وإذا كان محلى بأل المفضل عليه يكون محلى بأل ويجي بعد لفظ آخر، فالمحلى بأل ينعرب مضاف إليه زين اللي هو المفضل عليه، والبعدها تنعرب اللفظ اللي بعده ينعرب تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. اللي هنا إن شاء الله كمل درسنا اسم التفضيل إن شاء الله. طلع عندنا بس تقويم اللسان شباب، هنا لازم نحفظه، هذا تقويم اللسان، هذا الأمر لافت للنظر زين، هاي الكلام الصحيح، وما يصير نقول هذا الأمر ملفت للنظر، لازم نقول لافت للنظر زين. وأخذنا الفائدة، قلنا اسم التفضيل يعرب حسب موقع بالجملة، استوني حكيتها وقلتها. هذا ما يخص موضوعنا كله.